بالنسبة كان في موضوع على فكرة كنت عايز أقوله لكم في الحسد، الوصفة الأخيرة اللي عشان أنا طبعا أجلت موضوع الإتيكيت النهاردة لظروف الأحزان دي، أنا هنتكلم كان في وصفة معينة للحسد أنا كنت هقولها لكم وما لحقناش عشان الوقت، لو تفتكر الحلقة اللي فاتت في آخر الحلقة. هي الوصفة شوية صعبة لكن فعالة لحد كبير، يعني في هي أصلا وصفة بدوية وهي إلى يعني تنفذها شوية عايز صبر منكو، وهي بتجيب نتائج كويسة جدا جدا يعني. لو عايزين أقولها لكم أقولها لكم يعني. بالنسبة للحسد في برج الحمل، الحمل بيتحسد على لمعانه، على إن هو نشيط ومتواسب وطول الوقت مشدود، والحاجات دي كلها بتخلي الحسد بتخلي حسد الحمل يصاب بالحسد. بالنسبة للموضوع بتاع الحسد اللي أنا قلت لكم عليه، انا كنت عرفته من ناس من بدو سينا، والناس دي عندها على فكرة ثقافات جميلة جدا، كنت طلعت معهم على حاجات كتير قوي. الحسد بالذات والناس اللي بيحسوا ان هم حياتهم مليئة بالسلبيات وعندهم مشاكل كتير وابوابهم بقت مسدودة وحظهم بقى قليل وعلاقتهم بالناس اتوترت او بيمرضوا من غير اي سبب طبي وهم واقعين تحت الحسد، الناس دول بيقولوا لكم انتوا انزلوا الشارع، روحوا في مكان يكون مهجور شوية، وخدوا الدروب بتاع الكلب، عارف البيبي بتاع الكلب الناشف ده، يتاخد منه واحدة كده صغيرة وبيتروح يتحط على 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 صينية بخور اسمها الموقد بتاع البخور ده، ويكون الفحم حامي جدا، لا تستنوا لما الفحم يبرد شوية وبعدين تتحط القطعة دي في البتاع وتقف فوق الـ 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 المجمرة دي بالكامل، تكونوا لابسين جلابية مثلا من غير أي حاجة خالص، بس كده، وتسيبوا البخور ده يطلع كله من أطراف الجلابية، استحملوا الريحة شوية وبعد كده تقعدوا ساعتين وتغتسلوا غسل الطهارة وتتوضوا وتصلوا، إن شاء الله موضوع الحسد هيروح عنكم، وهيبان قوي الموضوع ده في طريقتكم في النوم، هتعرفوا ان الحسد ازال عنكم عن طريق طريقتكم شويه في النوم، هتحسوا ان طريقتكم في النوم اتحسنت كتير عن الاول، وان شاء الله بالشفاء يعني ان شاء الله. طيب كمان مش رايي انا ده، انا حاجه انا عارفها بس عشان الناس تبقى عارفه ان انا يعني انا لما باجي اخد مصادر من معلوماتي عارفها من ناس تانيين من البدو، بدو سينا بالذات عند يعني نواحي رفح كده شويه، الناس دول هناك بيوصفوا الوصفه دي للانسان المحسود المكدود قوي المكتئب التعبان اللي مش عارف يشتغل، الحاجات دي الناس دي بيعملوها بعد كده طبعا، بس هو صعب، انا عارف ان هو صعب شويه، بس فعلا في ناس كتير جدا اتعاملت معاهم واكدوا لي